مرحبا، عم نطل عليكم يوميا بانفوكس. انا ومسيور روجي زكار، اهلا وسهلا فيك مثل العاده، بنرحب فيك على طول عبر شاشه الام تي في. واليوم رح نحكي عن تامين كفاله التجديد. هذا التامين بخص كل المغتربين اللبنانيه اللي عايشين خارج لبنان. خبرنا شوي عن اهميه هذا التامين. مرحبا جايل. نحن اليوم اللي عم نقدر نعمله عبر تطبيق كمان اللي بتنزليه عبر الاب ستور او الجوجل بلاي، انه نطال كل اللبنانيه المغتربين يشتروا ضمانة كفالة التجديد لبوليستون الاستشفاء لوقتها يرجع على لبنان. بدنا نحكي شوي شو يعني كفالة التجديد. اليوم حيلا لبناني عايش حيلا بلد ناوي يرجع على لبنان، اكيد منهم عنده تأمين صحي بلبنان، ولكن عنده تأمين صحي بالبلاد اللي هو عايش فيها. هاجي اللي بيقرر يرجع على لبنان بده يرجع يعمل بوليس التأمين من الصفر، يعني لا سمح الله اذا عنده اي مرض المرض حيكون مستثنى، لا سمح الله رجع بعد 60 سنة تعب برات لبنان ليل الشركة التأمين اللي بتاخده، فبيلاقي حاله انه خلال كل سنين اشتغل وليجيب ليجي يرتاح بلبنان ما في شركة التأمين عم تعطيه تغطية استشفائية. فبكفالة التجديد او الجارانتيد رينيوابيليتي اوبشن، هيدا المغترب اللبناني عم بيضمن حقه ليقدر ياخد بوليس التأمين استشفى بلا اي استثناء. لازم من هلأ يتصرف فيها لبوليسة التأمين. بس نفسر شوي للمشاهدين. مظبوط، يعني نحن بس لنفرجون شوي على الابليكيشن كيف تتصرف. نحن فتنا على الابليكيشن مثل العادة، فينا كمان نستعملها باللغة العربية طبعا. نحن فتنا على الابليكيشن، نحن نقينا الجارانتيد رينيوابيليتي اوبشن. نحن بتقلنا انه في حال بس بتكون ترجعوا على لبنان، هيدي الجارانتيد رينيوابيليتي اوبشن تعطيكم الحق تاخذكم شركة التأمين بالشروطات بوليسة بالبوليسة، وكأنه لكم في عمر معين محدد لهذا الشيء. نحن هنفوت أول شغلة بدهم نقوا إذا هن بدهم كفالة التجديد درجة أولى أو درجة تانية. إذا قلنا شو الفرق بين الدرجة الأولى والدرجة التانية؟ الدرجة الأولى هي بتكون أوضة بتخت واحد، درجة تانية بتكون أوضة فيرست كلاس يومين. أوكي بتختين. أوكي، نحن نقينا حسب الأعمار الحق الجارانتيد رينيوابيليتي أوبشن تندفع. يعني نحن بلشنا اذا نقول نحن عمرنا بال 35 لل 44، اخذناها مثل ما بنعمل عاده بنعبي المعلومات تبعولنا، فينا ندخل عائلتنا وبيجينا بوليس التامين يلي بتقول انتم هلا صار عندكم حق انه بس ترجعوا على لبنان او بس بدكم تاخذوا بوليس تامين من لبنان ممنوع شركه التامين لكم في اي استثناء. يعني هيدي الورقه هي الضمان اذا فينا نقول، تنفسر للمشاهدين كيف فيهم يوثقوا بهذا الشيء انه هن هلا عم ببلشوا بشيء رح يبقى معهم لبعدين. هي بيطلع لهم بوليس التامين. مزبوط. هي بتطلع بوليس التامين بتقول انه اي لبناني مغترب انت كسبت حق كفاله التجديد او الجي ار مثل ما بيسموه، ووقت ما بدك تجي تصدر بوليس التأمين استشفى بلبنان صار هيدي البوليس التأمين ببقى يتطبق عليها انه اي استثناء او انه بوليس جديدة تاخدها شركة التأمين كأنه لك 10 سنين مأمن مع هيدي شركة التأمين وبتجدد لك. في شي شرط معين لازم يكون موجود؟ ابدا، لازم كل ما يبكوا ليعملوها كل ما احسن له. نحن بننصح كل لبنان وبقات لبنان يعمل هيدي بوليس التأمين. مثل ما سمعتوا كل ما سرعتوا بتستفيدوا أكتر. نحن بنشكرك كتير على هالمعلومات يلي عطيتنا إياها اليوم، وبشكر كل المشاهدين وبشوفكم بالحلقات القادمة.